الصف الثاني ابتدائي، ومرحبا بكم على قناة مستر أيمن لشروح الماس. النهاردة هنكمل مع بعض. احنا المرة اللي فاتت كنا وقفنا على 96، بقى النهاردة ان شاء الله هناخد 2 lesson، هناخد 97 و 98. بس قبل ما نبدأ في الدرسين اللي هناخدهم النهاردة، هنراجع الهومورك بتاع الحصة اللي فاتت. الحصة اللي فاتت كنا واخدين الهومورك اللي قدامنا، ظهر قدامنا دلوقتي، وهنراجعه كده مع بعض. عندي 1 - 8 can't be. What I do? I pour 1 from 6. 6 become a 5. And the 1 become a 11. 11 - 8 equal a 3. و 5 - 2, 3. 33. Right. 9 - 8 ما ينفعش خالص صلة تانية، ما ينفعش 9 آخد منها 8. أمال أعمل إيه؟ هقوم عامل برو من 3، 3 هتبقى 2 وال 1 اللي خدته منها هيبقى هنا، يبقى 18. 18 - 9 equals 9 وال 2 - 1 equal 1. تمام. هنشوف دي 82 - 53. A 2 - 3 can't be. I pour 1 from 8. 8 becomes 7. And the 2 become 12. ال 1 اللي انا باخده من هنا سنة تانية بحطه جنب العدد كده. يعني 2 اهي. حط جنبها ال 1. بقى 12. 12 - 3 هعد من 3 لغاية 12. هيطلع كام؟ 9. تمام. الناس اللي بتحسب معانا شطار. طبعا ده واجب، يعني المفروض الهوم ورك ده احنا حلينه، احنا بنراجع. وال 7 - 5 equals a 2. ما كمل مع بعض. 0 - 0 equal 0. طيب و 2 - 12 فعش طبعا خالص. دايما كنا بنشتغل ايه؟ once مع once، و tens مع tens، و hundreds مع hundreds. طب ناخد كده الايه؟ ال once مع ال once، 0 مع 0 تبقى 0. طب و 2 - 8 can't be؟ فعش، يبقى 12 - 8 4. ودي طبعا استلفنا منها واحد، بقت كام؟ 3. 3 - 1 2. 240. طيب 710 - 220. 0 - 0 0. 1 - 2 can't be. The 1 become 11. 11 - 2 9. ودي كام طبعا بقى؟ 6. 6 - 2 4. شوف اللي بعديها. 0 - 0 equals 0. 6 - 8 can't be. فعش خالص، بقت 16. 16 - 8 equals 8. ودي طبعا عشان استلفنا منها بقتش 5، بقت كام؟ 4. 4 - 3 equals 1. 180. تمام. نشوف دي كده. 2 - 4 ما ينفعش، تبقى 12. ماينس ال 4 8. ودي بقت كام؟ 6. ماينس ال 2 4. تاني 3 - 8 can't be. 3 become 13. 13 - 8 5. ودي 8 - 1 7. كمل. 9 - 9 ال ones دايما يا سنة تانية مع ال ones، و tens مع tens. 9 - 9 0. وال 4 - 5 can't be. ال 4 هتبقى كام على طول؟ 14. 14 - 5 9. وال 1 في ال hundreds هنا ما فيش حاجة في ال hundreds، تنزل زي ما هي ايه؟ 1. تمام. 11 هنا بقى دي الأول 1 - 6 ما ينفعش. ال 1 هيبقى ايه؟ 11. 11 - 6 5. ودي هتبقى 4 لأن استلفنا منها. 4 - 2 يبقى 2، و 3
minus 1, 2, at about 225. 725 minus 372. 5 minus 2, 3. With 12 minus 7 can't be. 12 become a 2. I'm sorry. 2 minus 7, main fash. A 2 at about 12. A 12 minus 7, 5. With 6, لأن دي مش 7 بس تعرفنا منها, but 6 minus 3 equals a 353. تمام؟ يبقى احنا كده رجعنا الهوم وورك اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. هنبدا النهارده بقى ان شاء الله في 2 ليسونز. هنبدا في ليسون 97 و98. تعالوا نبدا اول حاجه 97. ال97 بيتكلم عن زي ما احنا كنا بنعمل كده في الهوم وورك برضه ماينس, بس هنعمله عن طريق ايه؟ الدياجرام, ده الرسم اللي قدامنا, عن طريق الوانز والتينز والهندرد. تعالوا نقرا ده الاول كده. درو السكوير دوت هيرمز للهندرد, يعني دي السكوير ده اكنه ايه 100, 100 واحده 100 يونتس, ودي 100 وانس, وده تنس, والتنس احنا عارفينه 10. تنس ده 10 يونتس 10 وانس, وده وانس واحد. يبقى هنستخدم درو الهندردز والتنس اند وانس to show numbers عشان نكتب الأرقام اللي قدامنا ديت, عشان نعمل إيه؟ subtract. عارفين subtract يعني minus, عشان نطلع نعمل إيه بقى؟ write the difference, عشان نطلع الفرق بينهم. طيب الإكزامبل الأولاني ده هو عامله, خلاص أنا مش هقوله, ده حله. نبدأ من اللي تحته على طول. تعالوا نبص هنا مع بعض في دوت. 282 minus 46. هبدأ أركز على الرقم اللي فوق ده الأول لسنة تانية. الـ once كام؟ 2. قمت رايح على الـ once وعامل 2 أهو. خلاص؟ الـ tens كام؟ 8. قمت رايح على الـ tens وعامل 8. نعدهم كده مع بعض. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. طب والـ hundreds 2. قمت عامل سكوير كده. 1, 2. طيب زي ما احنا تعودنا بقى. تعالوا نبص كده. هل الـ 2 ينفع ناخد منها 6؟ كانت بي, ما ينفعش. يبقى جري على طول, هروح على الـ tens واخد منه زي ما كنا بنعمل في الحصة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات. كنا بناخد واحد من هنا ونفكه على طول هنا بكام, نعمله ديكمبوز بكام؟ بـ 10. يبقى أنا رسمت 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. واحد من دوت فكيته هنا بـ 10 وعملت ايه؟ كنسلت عليهم. اصبح عندي هنا بقى دول 12. ينفع اخد منهم 6؟ ينفع. او قمت كي بكنسل على 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. وعديت الباقي دوت لقيتهم 6, قمت كاتب 6. طيب نروح على التنس. فاضل قد ايه بعد ما كنسلت دي؟ فاضل عندي كام واحده؟ فاضل 7 هنا. يعني هيدون كام مع بعض؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هنشيل منهم كام؟ 4. يلا نكنسل على 4. 1, 2, 3, 4. ونشوف ايه اللي هيتفضل معانا بقى, الليفت او الباقي كده او الريميندر. 1, 2, 3. قمت كاتب 3. وفاضل عندي في الهندردز 2 سكويرز, هم كبارهم 200 هم فاضلين, فقمت كاتبها 2 زي ما هي. طلع عندي كام؟ 236. تمام؟ تعالى نشوف دوت. 0, 0 في الوانس, يبقى مش هحط حاجه في الوانس اهو, سيبته فاضي. و4 في التنس, انت عامل 4 في التنس هو 1 2 3 4. خلاص. و4 في الهندرد, اه 4 في الهندرد 1 and 2 and 3 and 4. تعالوا كده الزيرو هينفع اخد منه 9؟ لا. يبقى جاري اروح على التنس هنا وكنسل واحده وافكها اليمه الثانيه هنا بكام؟ ب 10. 10 اومت. لو عدينا دولت قال لهم 10. هشيل منهم كام؟ هعمل ماينس كام؟ 9. أمي كنسل على 9 منهم, يوم يتفضل معايا كام؟ واحد اهو. 1. قمت كاتب هنا 1. تمام؟ طيب والتنس هاخد منه كام؟ 1. هو التنس باقي معايا كام؟ انا كنسلنا على واحده, باقي 3. 1, 2, 3. اقوم شايل منهم ايه؟ 1. شيل واحده يتفضل 2.
انت كاتب 2 اهمت، والسكوير والهندردز هم 4، هكنسل منهم كام واحده؟ هكنسل واحده كنسل، ظهر عندي 3. طيب نكمل مع بعض. بيقول لي هعمل ايه في الوانس؟ 3 في الوانس، الوانس كده اهو جاي عامل 3 في الوانس، 1 2 ادي 3 في الوانس اهو، و7 في التنس ادي 1 2 3 4 5 6 ادي 7، و5 في الهندردز اهم 1 2 3 4 5 اهم 5 اهم. هاجي بقى هنا 3 اعرف اخد منها 5؟ لا، يبقى على طول اروح على الوانس واقوم كنسل على واحد واعمله ديكومبوز اليمه الثانيه، افكه يعني بكام؟ ب 10 على طول ب 10. طيب هشطب منهم كام او اكنسل كام؟ 5. اقوم جاي مكنسل منهم 5 ادي 1 2 3 4 5، يقوم يتفضل كام؟ يتفضل 8 اللي ناقص ده، 1 2 3 4 5 6 7 8، اتفضل 8، قمت حاطط ال 8 اهيت. واشوف التنس بقى هاخد منه كام التنس؟ 1. اهي هشطب على 1 اهوت، يقوم يتفضل 1 2 3 4 5، قمت كاتب 5 اهي. واروح على الهندردز هشيل منها كام؟ 2 اهم، شطبنا 2 1 2 كنسلنا 2 اهم. شوف الريميندر او الليفت بتاعنا 1 2 3 فضل معانا 3 اهم، 358. طبعا برايمر 2 كلهم زي ما احنا اتفقنا كل مره بنقول الكلام دوت، القلم والكتاب، وبنفتح البيج بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها اللي هي 181، وبنشتغل مع بعض وانت بتطبق. يعني مثلا انا عملت اللي قدامك دي كده دلوقتي، عملت دي خلصتها، وقف الفيديو اعملها انت بايدك بقى في الكتاب لما تخلصها، ومشغل ومكمل معانا. طب يلا نكمل. هناخد بقى براكتس دوت برضو، ده ليسون 98، احنا كده عملنا 97، البيج اللي هنعملها ديت 98، ليسون 98، احنا شغالين في شابتر 4. خلاص ان شاء الله الفيديو الجاي هنكون مخلصين شابتر 4، مخلصين شابتر 4، والفيديو اللي بعده هنعمل ريفيجن على شابتر 4 كله. طيب شوف البراكتس هنا، ليسون 98، درو ارسم برضو السكوير ده، احنا اتفقنا ده ب 100، وده تنس 10، وده وانس اللي هو 1. شوف السبتراكت الاولاني دي هو عاملها، هنسيبها وننزل على الاكسرسايز ده، 718 ماينس 326. يلا زي ما كنا بنعمل، نبص على اليونت او نبص على الوانس. الوانس عندي كام؟ الوانس عندي 8، يبقى هعمل هنا 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. طب والتنس كام؟ 1، 1 تنس، 1 تنس. طب وال 100 7، تعال نعدهم كده، 1 2 3 4 5 6 7، دي مش معانا، دي معموله غلط، مش معانا ديت. طيب ال 8 يعني ينفع اخد منهم 6؟ لا مش هينفع، جاري على طول. يلا ال 8، ام سوري، ال 8 هكنسل منهم كام؟ 6. يلا نكنسل 1 2 3 4 5 6، هيتفضل 2، قمت كاتب ال 2 بتاعتي اهيت. نروح على التنس، ال 1 ينفع اخد منه 2؟ لا، خد بالك بقى معايا هنا، بص كده في ال 100 في التنس ما ينفعش ال 1 اخد منه 2، ال 1 اللي كان هنا ده هينفع كنسل من ده 2؟ لا، يبقى هضطر اخد من هنا واحد بقى، هاخد 100 من هنا، ال 100 هفكها بكام؟ ب 10 برضه. خليك معايا كده، ال 100 دي هفكها هنا ب 10 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خدت واحده هنا اهي من الميات وفكيتها هنا 10 عشرات، اي 10 خلاص، 100 10 تنس، وكنسلت عليها. بقى عندي هنا في التنس 11، ما بقاش 1 لان ال 1 ما كانش نافع لوحده، خلاص هكنسل على 2، 1 2، وعد اللي بقى اللي فاضل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شوف كده مع بعض اهي 9 اهيت، ونرجع نروح بقى ال 100 هاخد منه كام؟ 3.
احنا خلاص كنسلنا على واحدة، نكنسل على ثلاثة بقى 1 و2 و3. قوم يتفضل كام 1 2 3 اهي 3، يبقى الناتج عندي 392. يلا نكمل ونشوف اكسرسايز تاني. بيقول لي هنا ايه سنة تانية 503 minus 41. يلا ها هات شاطر بقى يقول لنا اول حاجة هنعملها ايه. هنروح على الوانس ونعمل فيه كام واحدة. يلا هايلين شطار، هنعمل فيه 3. تمام اهو 1 2 3. طب والتنس؟ لا ما فيهوش حاجة يا مستر ايمن، يبقى مش هحط حاجة فيه. طب والهندرد؟ 5 1 2 3 4 5. طب يلا اول واحدة الوانس ماينس الوانس هتنفع ولا مش تنفع؟ ولا هتنفع. خلاص يبقى انا هاجي على الثري دولت وهكنسل منهم كام؟ 1 كنسل لي منهم 1 اي كنسلنا 1. What is the remainder? 2 طيب 0 ده 0 ما فيهوش حاجة، ينفع اخد منه 4؟ لا زي ما عملنا فوق بالظبط. جاري اروح على الهندردز اخد واحدة من الهندردز اهي كنسل عليها واحطها اليمة التانية بكام؟ ب 10. برافو عليكم. تعال نعدها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب هكنسل منهم كام بقى؟ 4. شيل منهم 4 كده سنة تانية. يلا 1 2 3 4. تعال نشوف كده الريميندر بتاعنا او الباقي بتاعنا هيبقى قد ايه. 1 2 3 4 5 6 6 6 طيب واللي هنا بقى في الهندردز 5 ومفيش هنا هندردز يعني مش هشيل منهم حاجة. اللي فاضل عندي في الهندردز هو اللي هكتبه. فاضل عندي كام؟ 1 2 3 4. ادي 4 تمام. احنا كده شغالين سنة تانية في شابتر 4 وواصلين لغاية 98. قبل موضوع ان احنا نقعد من المدرسة كنا واقفين، كنا مخلصين لغاية شابتر 3 وانا كملت لكم تاني من بداية من شابتر 4 وكملنا اهو ماشيين في شابتر 4 كل يوم ليسون. النهارده خدنا 2 ليسون اللي هو 97 و 98 في شابتر 4. المرة الجاية ان شاء الله هناخد 99 100. يبقى كده خلصنا 100 درس، واللي بعديها ان شاء الله هنعمل ريفيجن على يونت 4 كله، وبعد كده نكمل برضو يونت A 5. واحنا ماشيين كل يوم ليسون كده. هتفتح القناة بتاعتي وهتلاقي الدروس ورا بعضها، هتتفرج عليها درس درس او تابع او اعمل اشتراك بحيث ان الفيديو اللي هينزل اللي انا هنزله على طول او الليسون الجديد يوم اول انت تشترك على طول هيقوم واصل لك الفيديو على طول وتسمعه. طلع كتابك ورقك وقلمك وتشتغل معاه. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.